من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول كيفية ولادة الأئمة عليهم الصلاة والسلام و حول بعض ما يرتبط بهم. باب مواليد الائمه من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس من احاديث هذا الباب عن جميل ابن دراج قال روى غير واحد من اصحابنا انه قال لا تتكلموا في الامام. فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه، فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا قام بالأمر رفع له في كل بلدة منار ينظر منه إلى أعمال العباد. والحديث السابع عن يونس ابن عبد الرحمن قال دخلت على ابي الحسن الرضا عليه السلام فقلت له جعلت فداك قد اكثر الناس في العمود فقال لي يا يونس ما تراه اتراه عمودا من حديد يرفع لصاحبك قلت ما ادري قال لكنه ملك موكل بكل بلدة يرفع الله به أعمال تلك البلدة. فقام ابن فضال فقبل رأسه وقال رحمك الله يا أبا محمد، يعني يونس، لا تزال تجيء بالحديث الحق الذي يفرج الله به عنا. مضمون هذا الحديث، والحديث الذي بعده جاء في الأحاديث الماضية وقد شرحناها في الحلقات الماضية، ولكن بشكل مختصر نذكر ما يتعلق بهذين الحديثين الشريفين في بداية كلامنا، هذه أمور لا يعلمها ولا يراها الناس، يعني هو في بطن أمه يسمع الكلام مثلا. هذا لا طريق للناس الى العلم به الا عن طريق اخبار المعصوم. ان الله سبحانه وتعالى يامر ملكا ان يكتب بين عينيه حين ولادته هذه الايه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. هذا لا يراه الناس وانما اخبرنا به المعصوم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يامر ملكا بشكل عمود يرفع له اعمال البلاد ينظر اليها هذا ايضا لا يشعر به الناس وانما هو من امور الغيب لماذا الاحاديث الشريفه الكثيره ذكرت هذه الامور الجواب على ذلك ان الله سبحانه وتعالى اصطفى الائمه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وحملهم علمه وحملهم المسؤوليه تجاه الخلق بهدايه الخلق فإذا عرف الناس هذه المنزلة من الاصطفاء ومراحل الاصطفاء والخصوصيات التي خص الله سبحانه وتعالى بها الأئمة، يكون اتباعهم لهم أسهل، أنت مرة تشوف واحد مثلك في كل شيء تقول ليش أنا أتبعه هو ليش ما يتبعني مثلا شنو فرقي عنه لكن مرة تعلم بأن, بأن هذا البشر هذا الإنسان صحيح هو مثلك في جسمه من حيث اللحم والدم والعظم وأكل الطعام مثلا وما إلى ذلك لكنه له منازل له درجات له خصائص معنوية. ان الله سبحانه وتعالى اصطفاه. الله سبحانه وتعالى حباه العلم. الله سبحانه وتعالى ميزه بخصوصيات اعجازية. هذا يسبب سهولة اتباع على الانسان لذلك الشخص. يعني نفرض مثلا جاهلان. نقول لجاهل اتبع ذلك الجاهل يقول ليش أنا أتبع هو جاهل أنا مجاهل مثله مثلا هو أم مثلي لكن جاهل نقول له تعلم أن هذا أن هذا درس ثلاثين سنة في الجامعات وتخصص مثلا في مجال الطب وهو يحمل شهادات عليا ويعالج المرضى تقول نعم أعلم بذلك تقول زين اذا تعلم بذلك لما تصير مريض راجعه صحيح هو بشر مثلك لكن له العلم الذي ليس لك وتبين له تقول له انه تقول باي دليل هذا طبيب تقول له هذا راح درس في الجامعه الكذائيه الى شهاده الى كذا الى اعتراف دولي الى أمور تبين له عندما يقتنع بها إيه هذا الطبيب أنا أتبعه زين هذا مثل مادي وفي الأمثلة المعنوية الفارق أشاد الإنسان العادي والإنسان الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى مو اصطفى واحد عادي اصطفى ملك اصطفى مثلا عالم اصطف استف... لا اصطفاه الله سبحانه وتعالى فهذا الاصطفاء يلزم ان يكون يناسب الله ان يكون يناسب الله سبحانه وتعالى يليق بالله فلذلك حينما هذه الامور يذكرها المعصوم هذه من امور الغيب والمؤمنون يؤمنون بالغيب فحينما ازداد ال... ازدادت المعرفه ازداد الاتباع، المشركون العصاة كثير منهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، فعدم المعرفه ترديهم لم يعرف الله سبحانه وتعالى تصور بأن الله لا يعلم فبالخفاء ارتكب المعاصي ويوم القيامة يشوف لا كان قد أخطأ وهذه المعاصي أهلكته وجعلته من أهل النار هو القرآن ليش يركز على التوحيد وعلى ذكر صفات الله ما من آية في القرآن ذكر الله فيها سبحانه وتعالى على الأعم الاغلب الا وذكرت اوصاف سميع عليم حليم غفور بصير سميع وما الى ذلك من صفات، ليش؟ حتى المعرفه بالله اذا ارتفعت اطاعه الله سبحانه وتعالى تكون اسهل بالنسبه الى الانسان، فالعصاة في الحقيقه لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. ولو عرفوا الله سبحانه وتعالى لاطاعوه. وهكذا بالنسبة للانبياء. وهكذا بالنسبة إلى الأئمة. فإذن هذه الأحاديث تدل انه يسمع الكلام وهو في بطن امه. يسمع الكلام مو مجرد سمع. لا، سمع يفهم هسه شنو هذا الكلام؟ هذا الكلام إما كلام الملك إما كلام أمة إما كلام الناس الذي يدور في المحيط اللي هو موجود فيه أو كل ذلك لذا هنا الحديث الظاهر أنه عن الإمام الباقر أو الصادق أنه قال لا تتكلموا في الإمام لا تتكلموا في الإمام إما بمعنى أنه لا تعترضوا على نصب الإمام هذا ليش صار إمام غير ما صار إمام أو لا تعترضوا على الإمام السابق لماذا أوصى إلى هذا؟ أو بمعنى لا تتكلموا فيه بآرائكم السقيمة، فإن مقامه أرفع من أن تصله عقولكم، بل اتبعوا بل اتبعوا ما ورد في النصوص الصحيحة، فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه فإذا وضعته كتب الملك بين عين ملك بين عينيه هذه الايه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقد شرحنا هذه الايه في الحلقه الماضيه فاذا قام بالامر يعني تصدى للامامه بشكل رسمي يعني نطق بالامامه رفع له من كل بلده منار ذكرنا ان هذا المنار من نور ملك هو ينظر منه الى اعمال العباد، ليش؟ لانه شاهد في يوم القيامه، والله سبحانه وتعالى ينهى عن شهادة الزور، فكيف يامر شخصا بالشهادة بما لم يعلم به، فان الله سبحانه وتعالى حينما اراد لهم ان يكونوا شهداء على الخلق، زودهم بوسائل العلم، يعلموا ما صنعه العباد في يوم القيامة يشهدون عليهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحديث السابع حم الإمام الرضا يبين أن هذا العمود ملك موكل بكل بلدة يعني هو ملك واحد مكلف بكل البلاد ويحتمل ان يكون لكل بلده ملك خاص بتلك البلده زين بعد ذلك ننتقل الى الحديث الاخير من احاديث هذا الباب في علامات الامام عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام الامام الباقر قال للامام عشر علامات يعني اجتماع هذه الصفات معا هي علامة الإمامة اجتماعها معا يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه ولا يتثاءب ولا يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من, إمام من أمامه أو يرى من خلفه كما يرى من أمامه ونجوه كرائحه المسك والارض موكله بستره وابتلاعه واذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه واله كانت عليه وقفا واذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا وهو محدث الى ان تنقضي ايامه. اجتماع هذه العلائم هي دليل على إمامة الشخص وبعض هذه العلائم خاصة لا يعلمها الناس إلا عن طريق إخبار الإمام يعني الإمام الباقر أخبرنا ببعض هذه العلائم التي لا نعلم بها فعلمنا بها هذه العلائم العاشر مختلفة من أنواع مختلفة بعضها بيان طهارته من القذارة الجسدية ليس فيه رائحة كريهة يولد مختونا يولد مسرورا يعني مقطوع السرة ومنها طهارته من الحدث مثل الجنابة ومنها براءته عن الغفلة والجهل. ومنها نزاهته عن الامور غير اللائقه. ومنها ايمانه ونطقه بالشهادتين حين ولادته. ومنها علائم من الرسول صلى الله عليه واله كاستواء درع الرسول صلى الله عليه واله عليه. واما تفصيل هذه العلائم يولد مطهرا. يولد مطهرا. يعني شنو يولد مطهرا يعني خاليا عن القذارات الاطفال حينما يولدون يولدون واجسادهم ملوثة بالدماء وهذا امر طبيعي يعني هذه قذاره جسديه الله سبحانه وتعالى نزه الامام عن ذلك مختونا عاده الاطفال يولدون غير مختونين والقليل يولد مختونا لان الغلفه يحتاج اليها الجنين وهو في بطن امه فاذا ولد الشرع يامر بقطعها لعدم الحاجه اليها لكن بالنسبه للامام الله سبحانه وتعالى أغناه عن عنها حتى هو في بطن أمه لا يحتاج إليها وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه الراحة هي وسط الكف رافعا صوته بالشهادتين الشهادة الأولى تلك الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو اللي في الأحاديث السابقة مرت ان الامام حين ولادته يتلو هذه الايه والشهاده برساله محمد صلى الله عليه واله ولا يجنب الجنابه حدث اما المراد الاحتلام لان الاحتلام من الشيطان فالله سبحانه وتعالى نزههم عن الاحتلام وإما المراد حدث الجنابة لأن الإنسان حينما يحدث يصير مجنب يحتاج إلى اغتسال ليزيل أو ليزيل الحدث لكن, لكن الإمام لا يجنب يعني شنو لا يجنب إما بمعنى أنه لا يلحقه حدث الجنابة وخبثها الجنابة ظلام لذا الإنسان بالاغتسال اللي هو نور يزيل ذلك الظلام والمجنب يحرم عليه دخول المساجد إلا مجتازا استثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى الاجتياز فيه لا يجوز ويحرم عليه لمس كتابة القرآن وصلاته غير صحيحه ويجب عليه ان يغتسل قبل الصوم والا صومه باطل وما الى ذلك من احكام تترتب على الجنابه، الله سبحانه وتعالى خبث الجنابه رفعها عن الامام فلا يظلم فلا تظلم نفسه بالجنابه ولا يلحقه احكامها ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسد الأبواب إلا بابه لأنه حينما الرسول اشترى الأرض التي بنى فيه المسجد طبعا بناء شنو جدار وسقف من عريش جذوع النخل وسعفها أطراف المسجد بنى حجرات الآية تقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فكل حجرة خصها لزوجة من زوجاته وبعض الحجرات أيضا أعطاها للمهاجرين لبعض المهاجرين حجرة لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر العباس بعد فتح مكة حجرة للعباس وآخرون أيضا فهؤلاء كان لهم باب إلى الشارع العام وباب إلى المسجد فالرسول صلى الله عليه وآله أمرهم بسد بيبانهم باتجاه المسجد لأنه كانوا يدخلون إليها وهم جنوب إلا باب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يلحقه خبث الجنابة طبعا الغسل واجب من باب حكم تكليفي لا من باب لحوق خبث الجنابة إليه لا عندما الرسول صلى الله عليه وآله لحق بالرفيق الأعلى غسله أمير المؤمنين ففي حديث الراوي يسأل أنه ليش الميت يغسل يغسل لأنه بالموت وبرد الجسد جسد الانسان ينجس فبالغسل يطهر جسده زين الرسول صلى الله عليه واله طاهر مطهر في حياته وفي موته بموته لم ينجس جسمه فلماذا غسله امير المؤمنين عليه السلام الامام يجاوب لجريان السنه الميت لازم يغسل صحيح الحكمه في تغسيل الاموات هي نجاستهم حتى يطهروا، وهذه لا تجري في رسول الله صلى الله عليه واله، لكن الحكم الشرعي عام للجميع، فالمعصوم اذا اجنب يجب عليه ان يغتسل غسل الجنابه، لكن هذا كتكليف شرعي لا من باب لحوق خبث الجنابه له، او اذا مثلا افرض واحد طفل بال على الرسول صلى الله عليه واله. الرسول جسمه ما ينجس. ليش؟ لانه ايه التطهير تقول انهم مطهرون ماديا ومعنويا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن الرسول كان يغسل نفسه اذا بال عليه الطفل، لانه كانوا يجيبون الاطفال الى رسول الله صلى الله عليه واله. ليبارك لهم والطفل بعد رضيع كان قد يبول ذاك الزمان ما كانت مثل هذه الامور اللي يشملون بها الطفل ويمنع سريان الرطوبه فالرسول صلى الله عليه واله كان يغسل ثوبه ويغسل جسمه ليش يغسل جسمه؟ هل كان لانه نجس؟ لا لجريان السنه على كل حال وتنام عيناه ولا ينام قلبه عندما ينام يغمض العين لكن لا يغفل عما يجري لان الله سبحانه وتعالى ربط به امور الكون وهذا لا يناسب الغفله فتنام عيناه ولا ينام قلبه يعني يعلم بما يجري ولا يتثاءب ولا يتمطى التثاؤب واضح الانسان أحيانا الجسم يحتاج إلى أكسجين زيادة فيتثاءب هذا يفتح حلقة أحيانا غير اختياري هذه الطريقة هي لسحب النفس العميق حتى يكثر الأكسجين في جسم الإنسان لكن هي حركة غير لائقة ولأنها غير اختيارية هو إنسان ما يقدر يمنع نفسه لذلك الناس يحاولون تغطية تثاؤبهم إما بيده أو مثلا بعباءته أو بشيء لكن هي حركة غير لائقة نعم إذا واحد في مجلس إفطار هو معذور لكن عليه أن يغطي الله سبحانه وتعالى نزه المعصوم عن هذه الحركة غير اللائقة ولا يتثائب ولا يتمطى التمطي شنو هو الإنسان أحيانا هكذا يفعل زين لدفع التعب من جسمه يفتح ايده ويسوي ظهره هذا يسمى التمطي هي حركه غير لائقه طبعا هي حركه اختياريه لذا الانسان في مجلس عام في مجلس محترم لا يقوم بهذه الحركه ويرى من خلفه كما يرى من امامه او يرى من خلفه كما يرى من امامه يعني احنا عيوننا بطريقه انه نرى امامنا وطبعا يمكن شويه من اليمين اليسار العين لها هذه القابليه ان ترى بزاويه تقريبا 180 درجه، لكن الانسان لا يرى خلفه ولا يرى من خلفه، لكن الله سبحانه وتعالى زود المعصوم بامر لا نعلم كيفيته. فيرى من خلفه كما يرى من هو أمامه واحد لا يستغرب ذلك أولا هذه معجزة من قدرة الله سبحانه وتعالى وثانيا الآن بالأجهزة كثير من الأحيان الإنسان يرى من خلفه والله سبحانه وتعالى أقوى من البشر الذين خلقوا أجهزة تشوف من خلفك بشاشة تلفزيون بمنظارة بالشيء مثلا آخر الله سبحانه وتعالى أقوى منهم وبقدرته جميع الأمور هذا أيضا يرتبط بعدم جهله ونجوه كرائحة المسك والأرض موكلة بستره, بستره وابتلاعه وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عليه وقفا واذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه الشبره الرسول صلى الله عليه واله كانت له درعان الدرع الاولى تسمى ذات الفضول هذه الدرع لا تستوي الا على جسد على جسم الإمام المهدي علامة القائم فإذا كان يلبسها أحد الأئمة طبعا هي من مواريث الرسول التي عند الأئمة في حديث أن الإمام الباقر والإمام الصادق صادق لبس هذه الدرع فكانت أطول من أحدهما وأقصر من الآخر هذه الدرع ذات الفضول لا تستوي الا على جسم الامام المهدي هذه الدرع الاولى الدرع الثانيه هي درع اعجازيه هذه اي واحد من الائمه يلبسها تستوي على جسمه طبعا الائمه من حيث احجام الاجسام كانوا مختلفين واحد شويه اطول واحد شويه اقصر واحد شويه امتن ف هذه الدرع إعجازية، أي واحد من الأئمة يلبسها تكون بقياسه، ومن إعجاز هذه الدرع أنه أي واحد آخر غير الإمام يلبسها سواء كان طويل أو قصير الطول شبر، يعني تطول عليه بمقدار شبر، يعني إذا إنسان قصير لبسها فيها زيادة بمقدار شبر. وإذا إنسان طويل لبس لبسها بها زيادة بمقدار شبر، وإذا إنسان متوسط القامة لبسها لبسها تكون زائدة بمقدار شبر، لكن الإمام المعصوم إذا يلبسها تكون بمقياس جسمه، وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عليه وقفا يعني بمقياسه فإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه الشبرة سواء لا يستقبل ذلك هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى الله بالنسبة إلى داود يقول وألنا له الحديد هذه من معاجز داود عليه السلام كان يأخذ الحديد في النار بيده ويحوك منها الدروع بإعجاز من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله هذه الدرع لرسول الله صلى الله عليه واله جعلها بهذه الكيفية، شنو المشكلة في ذلك؟ وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه، يعني الملائكة يحدثونه، واحد لا يستغرب ذلك. الملائكة حدثوا مريم وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك على نساء العالمين. الملائكة يحدثون الإمام إلى أن يختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره. إذا علمنا بهذه المنازل المعنوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى الإمام يسهل اتباعنا له، يسهل تصديقنا له لذا الذين يريدون الفرار من احكام الشرع يريدون الفرار من أحكام الأئمة، أول خطوة يتخذوها إنكار مقامات الأئمة أحدهم كان يقول نعم، كانوا علماء زين احنا هم علماء هالشكل هو اجتهد بطريقه احنا بنجتهد بطريقه اخرى، هذا شنو يريد يفر من الاتباع المعصوم حتى البعض بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه واله قام يقول بهذا الكلام، يريد يفر من سنه الرسول صلى الله عليه واله ياخذ منها ما يعجبه ويترك ما لا يعجبه ياخذ منها ما يعجب العالم الغربي ويترك منها ما لا يعجب العالم الغربي. شنو يسوي الطريقة أنه هو بشر عادي ويستدل بالقرآن قل إنما أنا بشر مثلكم ما يفهم أن هذه الآية معناها أن التركيبة الجسدية بشرية مو المنازل والمقامات لذا الآية تتمتها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا على كل حال إذا علمنا بمقامات ومنازل الأئمة كان اتباعنا لهم أسهل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين